غياب بالفعل للنجم الكبير هذه المباراة. هنا محاولة خطيرة أحمد خليل، خطرة ممكن، هدف رابع، جول، هدف رابع للنادي الأهلي، هدف بالفعل يعني نعم، هدف عائلي، هدف عائلي، نعم هدف عائلي. فيصل خليل يهيئ لي شقيقة أحمد خليل، والهدف الرابع، هدف الرابع متفقين عليه في البيت. لاحظ شوف منذ دخولهم في الشوط الثاني، وأحمد خليل يستلم هدية شقيقة فيصل ويحرز الهدف الرابع. حلوة بالفعل، حلوة التمريرة الماضية. إذا أربعة أهداف الآن للنادي الأهلي، أربعة أهداف للنادي الأهلي مقابل هدفين للظفرة. وصلنا ستة، وصلنا ستة، ستة أهداف في المباراة. شايف هنا لعبة حلوة، مر سدد على طول في المرمى كهدف رابع من جديد الآن.